من حقائق حزب البعث العربي أنه يسعى إلى خلق جيل جديد مؤمن بعروبته، مؤمن بعروبته فقط وبوحدة أمته، ويسعى إلى أن يخلصه من الرجعية. ولذا لا ترد كلمة الدين في دستوره، بل هم يسعون إلى أمر واحد، وهو أن الأمة العربية كلها بما فيها من مواطنين لا بد أن ينصهروا إلى ما يسمى برسالتهم الاشتراكية. ما معنى الرسالة الاشتراكية عند هذا الحزب؟ لأن هناك اشتراكية أممية على مستوى العالم، لكن هؤلاء يقولون اشتراكية قومية. ماذا يعنون بذلك؟ يعنون بذلك أن يربى المواطن العربي تربية اشتراكية علمية تخلصه وتعتقه من جميع الأديان، فلا يؤمن بأي دين ولا يؤمن بأي تراث ورثه من آبائه وأجداده، بل يأتي جيل متفتح عقلاني. ولذا هذا الحزب يتبنى ما يسمى بالعلمانية.